يعد هناك مجال للغموض أو الخداع. فأما أن يكون المواطن المغربي. السلام عليكم، أنا كوثر حماس من مدينة المحمدية، مزوجة وعندي جوج وليدات، عمر ديالي 36 سنة. أنا يا البنت اللي كان وقع لي المشكل في مصحة الولادة بالحي بالحسنية الأولى مصحة غيتا، وديك المشكل هو فاش تحيدت لي الوالدة ديالي. وكنشكر جريدة الجديدة نيوز وحقوق الإنسان على الاستضافة ديالها اللي جات عندي من جهة الشمال. عاودي لنا شنو طرا لك اختي كوثر. نهار 30 في شهر 9 2017 مشيت عند هاد الناس واخده معاهم موعد على اساس ديك النهار غادي نولد فيه. دخلت على اساس راه المراه اللي غتولدني، حتى كنتفاجئ المراه مشات معروضه وقالت لي بفمها هي وبنتها، قالت لي يا ماما غدا معروضه، والام قالت لي راني معروضه غنخلي لك كبيره اللي هي الكاتبه وغيت لي بنتها. مشات مع 12، لما البنت مشات مع الجوج بقات معايا الكاتبه. الربعه شدني الوجع، شدني الوجع، عيطات على الكاتبه على بنتها قالت لها جي. منين جاتو داكشي الخمسة وربع غنولد، كتولدني الكاتبه، اما بنتها كتحك ليا غير ظهري وكتصبرني على الوجع ما عارفه منين تبداني. المهم سالينا الولاده وداكشي، غيوصلوا المرحله ديال الخوات باش يتحيدوا، ما عرفوش لا البنت لا الكاتبه. حتى كنسمعها كتعيط لوحده في التليفون كتقول لها الحاجه جي، ديك الحاجه تعطلات. كنتفاجئ بالكتيبه كتعيط شي وحده كتقول لها الحاجه في التليفون. انا حسبني الحاجه مولات مصحه 45 دقيقه وانا والده وكنتسنى هاد الحاجه تجي، كيحسبني المراه. ملي كتجي هاد الحاجه كنلقى واحد السيده كانت كتعطي الدواء في سبيطار الحومه حدانا، ما عمرني شتا انا كتولد، ما عندها حتى علاقه بالتوليد. بسببها هي طرا هاد المشكل، بسبب الانتظار ديالها كرموا فيا الخوات 45 دقيقه عاد تحيدوا ليا. وماشي المهم ما كتعرفش هي لهادشي، حيت لو كانت هاد الحاجه اللي جات كتعرف الدومين ديالها كانت غتنقيني من الخوات. خلات ليا الطراف لداخل وكتخيط، مني بدات كتخيط وانا كنزف. ديك الساعه كانت السلة ربع ولات مع الخمسة وربع، السلة ربع جات حتى ل 11 الليل وهي في الايموراجي. هاد المصحه فين جات؟ مصحه بالحسنيه الاولى، مصحه غيتا بالحسنيه الاولى من المحمديه. كملي لنا. هي عندك صافي وهذه الحاجه مشات لي خيطات ليا، بنت مولات المحل مشات بقات معايا على الكتيبه. انا كنزف ما عرفت شنو هو اصلا الايموراجي، ما عرفتش حتى شنو هي. حتى واحد اللحظه سخفت طحت غيبت، كيحسب انا مت، وانا كتبكي وكتغوت في التليفون كتقولي مع تقوني راه ماتت ماتت. انا من ديك التغيبه لا غيبت، بقيت شحال حليت عينيا وانا كنسمعها كتبكي. حليت عينيا كنلقى مولات المصحه جات، المراه اللي جابوا لي من الزنقه جات، بنتها حتى هي جات. انا بخيطه مع السلاروب، الام باغا دير واحد المحاوله كتدير يديها فيا وانا مغرزه مع السلاروب. ديك الساعه 11 ونص الليل كتخش يديها فيا، كنغوت ربي اللي خلقني ما قدرتش نخليها تكمل. المهم عيطت للطبيب الاول، عيطت ليه ما بغاش يشدني، عيطت للطبيب الثاني ما بغاش يشدني، اخر واحد شدني هو دكتور العفيري الله يرحم ليه الوالدين وما نساش خيره، هو اللي شدني. المهم جات لومبيلونس مشات معايا هذه الحاجه في لومبيلونس، دخلنا يلاه الطبيب غيحل الباب ديال لومبيلونس. حتى كتلح علي السيده كتقول لي اعتقني اعتقني الله يرحم لك الوالدين راه دايره الكورتاج بلوزور فوا. انا ما تقبلتهاش. المهم دخلوني داكشي ما بقيت عاقله على والو، صافي دخلوني هو راه دار، قال لهم جيبوا لي راجلها ولا جيبوا لي شي حد، راه ما غندخلهاش ندير لها العمليه ويعطيوني الموافقه حيت السيده كتموت. جا راجلي جابوه من الخدمه مع 12 ديك الساعه 12 الليل سنا وداكشي، مشاو عاوتاني هما وراجلي جابوا الدم. المهم انا ما في خباري والو، حتى كنحل عيني في الصباح كنلقى راسي كل ابارايات وكل خيوط، ما في خباري والو. حتى نهار 4 ايام جا عندي الطبيب قال لي بنتي راه نوع العمليه اللي درت لك راه وحيدت لك الوالده، راه ها شنو وقع، ها شنو لقيت فيها، شنو لقيت فيها الخوات كارمين. صافي انا ما تقبلتهاش، بديت كنبكي وكنغوت داكشي. انا قلت هادشي ملي طرا ليا مع عند الله سبحانه وتعالى مرحبا به، ولكن انا غنلقاهم مخلصين الكلينيك ولا يديروا شي حاجه. هما منين عرفوا العمليه شنو هي هربوا، لحوني وهربوا، خلاو راجلي اللي مخلي الشيكات كل شاك فيه 60000، هو عارفين الدومين ديالو شنو هو كيسربي.
سرباي، هادشي اللي خلاني انا وصلت معاهم حيت الشم لاحوني داكشي هي فاش التجأت ورغم ذلك داروا فيا هادشي كله وشدات لي لي كارت ناسيونال ديالي ودير راجلي قالت لي ما نعطيهمش داك تتخلصينا بغات تتخلص في الولاده قسما بالله العلي العظيم حتى بديت كنغوت في التليفون وقلت لها غنجي انا والصحافه والبوليس دابا اللي ما عطيتيش للراجل الاختي واختي لي كارت عاد عطاتهم لهم ما كانتش باغا تعطيني لي كارت ناسيونال ديالي. ومن بعد شنو فين التجأتي؟ بعد مشيت درت الشكايه ديالي للسيد وكيل الملك دخلتها وداكشي كنمشي نتبعها في لابيجي حيت انا كانت عندي الشكايه غتمشي للدائره اللي محسوبين عليهم هما انا حيت كنت خايفه من راجلي وداكشي ما كيبغيش المخزن وداكشي قلت صافي ما غنقولهاش ليه قلت لي النائبه وكيل الملك الله يرحم لها الوالدين السيده حريه قلت لها استاذه الله يخليك انا بغيت هاد الشكايه ما تمشيش ليا للدائره ديالهم تمشي ليا لابيجي حيت راجلي قالت لي واخا تنستشر مع وكيل الملك فعلا استشرت معاه قبل ليا انا وليت تبع شكايتي في لابيجي ملي كنمشي كيقولوا لي باقا ما تسجلاتش الشهر الاول الشهر الثاني كنمشي كيقولوا لي باقا ما تسجلاتش تنديروا مره اخرى ولاو كيقولوا لي تنديروا عليك بحث ملي مشيت عند السي نائب وكيل الملك بديت كنبكي قلتها ليه قال لي علاش يديروا عليك بحث قال لي انت محيده لك والدتك ويديروا عليك بحث عيط لهم هضر معاهم قال لهم السيده تقدم ليا علاش فاش غديروا معايا هذا البحث صافي وداك النهار كان ثلاث الخميس قدمنا ملي كنمشي انا ما بغاوش يقدموني ونهار اللي قال لهم السيد وكيل الملك نائب وكيل الملك قدموني نهار الخميس تقدمنا وداك الشيء كان انا شفت داك داك اللي جات عندهم الشكايه كانوا شفت بعيني داك التلاعب اللي كان يعني بان لي انا ما حقي ما خديتوش من ديبار والتعليمات اللي مشاو من لابيجي السيد وكيل الملك تعليمات ناقصه تعليمات ناقصه بزاف وبارده يعني واحد مشيت انا عندي جميع الوراق ديالي وعندي تقرير طبي عندي كل شيء ورغم ذلك داخلين المحكمه معايا كان شيء لم يكن وما داروا فيا والو ما عرفوش ان راح يحيدوا لي الوالده ديالي كامله حيدوا لي والدتي كلها المهم تقدمنا عند وكيل الملك ترى في التقديم داكشي نكروني بانني مخيطه نائب وكيل الملك عيط للبوليس جات لابيجي قال لهم دي السيده دير الخبره ديالها باش نشوفوهاش مخيطه ولا لا تصور داك النهار اللي جينا من كازا من بنو رشد لقيتهم مصيفطي ليا الناس هما مصيفطي ليا الناس باش نتصالحوا معاهم. كيفاش كان التجاوب ديالك مع الشرطه القضائيه؟ كان شويه بالنسبه اللي دار ليا المحضر معاهم اللي قدمني معاهم ما كانتش المعامله ديالو مزيانه معايا ما تعاملش معايا مزيان وعلى هادشي اللي كنقول انا ما خايفاش من شي حاجه حيت ما زايده والو تعامل معايا خايب لدرجه ان النهار اللي كنبغيو نتقدموا كيجي معاهم وكيجيو كيضحكوا بيناتهم انايا اللي ضحيه كنبقى واقفه بوحدي بحال شي وحده مظلومه وخايفه وداكشي يعني كيبين ليا هو مبين ليا بان راه ما دايرين والو كيبين ليهم حتى هما انكم ما تخافوش من ناحيه الطريقه اللي كيتعامل معاهم هما ومعايا وفعلا باش ناكد لكم هذا الشيء نهار اللي درت الخبره وخرجت في صالحي عند الدكتور عبد العالي الجراري الله يسهل عليه عند الدكتور عند الدكتور حسين الفاسي الفهري في كازا الله يرحم ليه الوالدين هذيك الخبره وراها مشات دارت ملي شافتها في صالحي مشات دارت بيا الشكايه الوكيل الملك قالت لهم كتهجم عليا قالت لهم هاد السيده راه كتهجم عليا وتصوروا داك المحل ديالها كله كاميرات منين ندزنا منين درت بيا الشكايه شكون اللي كيشد لها الشكايه كيشد لها الشخص اللي انا طلبت عليه الوكيل الملك نائبه وكيل الملك باش شكايتي تمشي عندهم مشات هي شكايتي في الاول مشات عند هاد السيد ومنين دارت بيا شكايه كاذبه هو اللي شد الشكايه وعيط ليا وقال لي جي عندي معاك تسعود الليل وما تجيبش بنتك انا خفت قلت مادام قال لي هاد الهضره راه غيعتقلني المهم ملي مشيت عنده وداكشي ديت بنتي حيت كنت خايفه ملي ديت بنتي وداكشي تعامل معايا خايب ولا طريقه الهضره ديالو وغوت عليا ما نكذبش عليك وليت كنقول واش انا اللي جيت عنده واش انا يا واش انا الضحيه ولا هما كيغوت عليا اقسم لك بالله العلي العظيم كنت فكر داكشي اللي قال لي يعني تعامل معايا خايب فوت القياس شد عندهم بحال ما حملنيش معاهم ولا ما عرفتش اشنو انا عرفت غتكون شي حاجه من شكايتي
ودار لي المحضر ديالي مع 9 ديال الليل، وما كاينش شي حد كيدير المحضر، انا ضحيه معيط عليا داير لي محضر مع 9 ديال الليل في الرعب وحده بنتي وفي الغوت وداك الشيء. وقال لي كان ديك الساعه رمضان داك العام بحال غدا، انا عنده اليوم بالليل بعد غدا رمضان، قال لي المهم بعد غدا غنتقدمي عند وكيل الملك تجي مع 8 ونص ديال الصباح. قلت لي واخا، عارف ظروفي عارف بنتي صغيره، وجيت مع 8 ونص ديال الصباح وانا كنتسنى، ما جا هو ويا تلع وصاحبه تلع 10 ونص جايين، انا كنمشي ونجي في الكولوار جايين هو ويا، ملي شافوني بداو كيضحكوا عليا كاملين، هذا اللي دار لي المحضر واللي معاه وهي جايين كيضحكوا عليا كلهم. دابا لما كتوجهي الرساله اختي كوثر؟ خويا كنوجه رسالتي لسيدنا محمد السادس الله ينصره ويخليه لينا، وسي الحموشي كنطلبوا وكنزاوق فيه هو سيدنا يفت، والسيد عبد النبوي رئيس النيابه العامه اللي درت ليه شكايه وديتها حتى لرئاسه النيابه العامه ودخلت للحفظ. بغيت نعرف علاش ديك الشكايه ديالي دخلت للحفظ، وكنطالب من سي الحموشي وسيدنا يدخلوا على يدخلوا في الملف ديالي ويفتحوا تحقيق، ويفتحوا التحقيق يكون دقيق نيتو يعرفوا، حيت انا كل شيء عندي، عندي تقرير، انا تحليلتي هيا اللي كتقول انا ما فيا والو اوكان تيموغال، عندي شهود درتو مع عباد الله، شهود شاهدين فيا بالجريمه ديالهم ما تقبلوش، عندي الوصل هو ديال الرئاسه النيابه العامه، عندي الخبره الاولى اللي خرجت من صالحي، عندي كل شيء. واش انا درت خبره صيفطوني درتها وخرجت في صالحي، علاش المحكمه ما خدات حتى شي حاجه عليا من هاد الوراق ديالي، خرجت في صالحي علاش ما بناوش الحكم على الخبره ديالي وخرجوا لي خبره مضاده، والخبره مضاده كانت ما نكذبش عليكم وغنقولها لكم، غنقولها لكم بالفصحى، اقسم بالله العلي العظيم الا كانت هاد الخبره مبنيه على الصدق انا حكموا عليا باش ما بغاو. وهي الخبره ديال السيد عبد الدكتور عبد العالي الجراري في الرباط، دارتها هما كلها مبنيه على وثائق ما كاينينش هايا، وديروا بحث وقراوا هاد الخبره هادي، كاينين شي هاد الصفحات كاتب فيهم شي حاجه اللي ما كايناش، وغلط وعارف راسو غلط، وعارف راسو الغلط اللي دار ليا في هاد الخبره. وانا راه كنقولها، انا تحيدت ليا والدتي وتعرضت للظلم من جهتهم، انا عندي مشاكل، ركبوا لي المرض العصب ركبوا فيا، انا كنطالب، واخر حاجه غنقولها كنطالب منكم ومن سي الحموشي سيدنا الله ينصرك ويخليك لينا تفتح لينا تحقيق في الملف ديالي، راه ما كاينش واحد هنا غياخذ لي حقي من غير انت سي الحموشي. الله يرحم لكم الوالدين، وكنشكر السيد عبد العال، وكنوجه الشكر ديالي للسيد عبد العالي البريقي نائب رئيس المجلس الهيئه الوطنيه والمواطنه وحقوق الانسان ورئيس المركزي الائتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الانسان، وكنشكرهم بزاف اللي جاوا عندي حتى لهنايا وعطوني وقت وسجلوا معايا. وكنطلب اخر كلمه نقولها لكم، كنطالب من اي مسؤول عنده سلطه كبيره الله يرحم لكم الوالدين دخلوا لي على الملف ديالي، ما انا كنترجاكم لحقاش الملف ديالي في تلاعب في الوقت، في تلاعب في اي حاجه، وانا اللي بقيت مع هاد الناس راه هما غادي يربحوني انا متاكده، حيت انا كل شيء عندي وحتى شي وثيقه ما كفاتهم في المحكمه، حتى وثيقه ما كفاتهم حتى شي حاجه، وهذا الشيء غير ما كيطول. الله يرحم لكم الوالدين وشكرا. نؤكد انه لم يعد هناك مجال للغموض او الخداع، فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب